منتخب مصر يا برنس، لو منتخبنا طبعا كسبنا لاربيريا ديت 3-0. مش عارف ايه المنتخبات اللي احنا جايبينها من تحت السلم ديت، ولكن كسبنا 3-0. اللي سجل الهدف الاول يا برنس مرموش سمير الاسكندراني، الكره المصريه من تسديده قويه يا برنس، ويسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني. منتخب مصر يسكن عند 1-0؟ لا يا برنس ما يعجبناش، ويجي محمد عبد المنعم من راسيه ذهبيه ويسجل الهدف الثاني راموس الكره المصريه. طب نقف عند 2-0؟ لا يا برنس، كوكا يا برنس يسجل ضربه جزاء في البلاس 90، واول اهدافه بتهالي مع منتخب مصر. انا ما شفتش كوكا ده اساسا جاب جوان مع منتخبنا الوطني، ولكن يا برنس كان الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني عن طريق كوكا. بقول لك ايه يا برنس، احنا بنبعت الرساله لبلجيكا اللي احنا مرعبين جدا، احنا كسبنا النيجر وكسبنا الاربيريا اللي 3-0، الماتش الجاي لمنتخبنا الوطني امام بلجيكا يا برنس الناس اللي بتطلع نار من بقها وربنا يسترها علينا. وتريزيجيه يا برنس ضيع فرصه سهله جدا، ولكن يا برنس خبطت في العارضه خرجت. معلش يا تريزي. وحمدي فتحي يا برنس سد التسديده قويه جدا من نص الملعب، ولكن ما دخلتش جون برضه. قولوا لاحمد الشناوي مش بالارقام يا باشا، محمد الشناوي هو اللي كان بيلعب النهارده وتاني ماتش يلعبه. وطارق حامد وحمدي فتحي يا برنس الاثنين كانوا عاملين عظمه في نص الملعب. والونش وزيزو الاثنين ما شاركوش يا برنس النهارده في الماتش، عشان طبعا كانوا مع الزمالك في دوري ابطال افريقيا، فمش هينفع يجوا يلعبوا مره كمان. مرموش يا برنس نجم الماتش، الراجل يا برنس مسجل هدف وصانع الهدفين وجايب ضربه جزاء، الراجل نجم الماتش يا مرموش يا نجم الكره المصريه. وروي فيكتوريا يا برنس بيقول للصحفيين انتوا مش مبسوطين ان احنا كسبنا ولا ايه؟ بص يا روي فيكتوريا، احنا لازم نكسب اداء ونتيجه عشان تبقى فاهم يعني. وانت طبعا ما كنتش بتلعب البرازيلي، انت كنت بتلعب لايربيريا، انت فرقه تعبانه، ففوق معانا الماتش الجاي عندنا بلجيكا يا روي. والله يا برنس منتخب مصر ده جنني، انا مش عارف احنا نركز في الماتشات الوديه ولا فعلا التيشيرتات اللي هم عمال يعلنوا عليها ديت يا برنس. منتخب مصر يا برنس يعلن عن التيشيرت بتاعه التاني اللي انت شايفه ورا ده، يا عم نركز شويه بقى. ومرتضى منصور يا برنس عمل تصريح جاب صداع لكل الزملكاويه يا برنس. قال لك ايه بقى يا برنس؟ قال لك البروف لو ما خدش مرتبه اخر الشهر ده هيمشي من الفريق عشان الفلوس. جري ايه بقى؟ مش قلتوا نادي الزمالك فيه نص مليار والبنوك والليلة والسلطات، دلوقتي بقى ما فيش فلوس والراجل هيمشي عشان الفلوس؟ جرى يا الزمالك. وشوبير يا برنس بيقول لك الاهلي جاب صفقتين اجانب من العيار التقيل، والاهلي هيعلن عليهم خلال الايام اللي جايه. والصفقتين يا برنس اتنين اجانب، لعيب فوق السن ولعيب تحت السن، ويا رب نشوف اي حاجه عشان انا حسيت ان الاهلي مش هيجيب صفقات تاني. جرى يا اهلي. اما كيروش يا برنس تعادل مع السنغال 1-1 عشان هو طبعا بيمرن ايران. ايه يا كيروش رايح انت تلعب كاس العالم يا عم وسايبنا هنا؟ ما كنت تعمل اي حاجه معانا يا جدع.